وليد، يعني هبتدي مع حضرتك. وفيوتشر بادئ بدايه كويسه، بادئ بصوره كويسه جدا من بدايه الدوري، رغم ان هو متجمع في وقت قليل، اللعيبه كلها متجمعه في وقت قليل، ولكن بادئ بصوره كويسه في المركز السابع معاه 7 نقاط. نقدر نقول ان طموحه في المربع الذهبي السنه دي؟ اكيد. يعني سؤال مهم، لان في ناس كتير قوي تفتكر ان انا اول ما اجيب لعيبه كتير كويسه خلاص انا كسبت، والكلام ده في الكوره مش موجود بصراحه. احنا كلنا يعني لعبنا كرة ومدربين كمان، وعارفين ان اصعب حاجة على اي مدرب انك تجيب له مثلا 10 صفقات مرة واحدة. انت جايب 27 صفقة، انت جايب فرقتين، مش فرقة واحدة، جداد صح. فبالتالي كابتن علي ماهر معاه لعيبة كويسة، لكن مطلوب منه شغل كتير جدا جدا، وده احنا شفناه مرة عمر كمال باك رايت، مرة تلاقي كريم عرفات باك رايت، مرة ناصر ماهر يلعب، مرة محمد فاروق. يعني هو ما وصلش حتى للتوليفة النهائية بتاعته، لكن صحيح. عنده أوراق كتير، عنده لعيبة كتير كويسة، وهو مدرب مجتهد ومدرب كويس جدا وشاطر طبعا. حتى هذه اللحظة لسه فيوتشر ما أعلنش عن الواجهة الحقيقية بتاعته. الوجه الحقيقي لفيوتشر لسه ما ظهرش. هيظهر لما كل اللعيبه تبتدي تاخد فورمه. ناصر ماهر لسه، كريم ندفد لسه راجع من اصابه 3 سنين، رقم كبير. سعد لسه بيخش في اجواء جديده. الفرقه دي لما هتطبع مع بعض هتلاقي كره حلوه قوي، خصوصا ان الكابتن علي ماهر يعني مدرب هجومي، عنده جرأة، بيطير الطرفين على طول، عنده شراسة هجومية. كل ده المفروض ان فيوتشر يكون جاي. هو بس لما هيتغلبوا مباراة او هيتعادلوا مباراة هتلاقي في ضغوط عليهم صعبة، ديت اللي المفروض يتم التعامل معاها بشكل بقى او باخر، يعني مع اللعيبة، ضغوطات على اللعيبة، منظومة بشكل عام، ضغوط على الجهاز الفني، على اللعيبة، على ازاي تتعادل، ازاي تتغلب. وده حصل. يعني هم كان في مباراة تقريبا الاتحاد السكندري كسب 3-2، لقينا الدنيا اتدربكت بعدها بيومين، وايه ده، وازاي فيوتشر يتغلب باللعيبة اللي موجودة. عايزة ثبات انفعالي على مدار، هي دي المباراة اللي قدام، عايزة ثبات انفعالي على مدار الموسم كله، علشان يعرف ان الموسم لسه طويل، ممكن يتغلب، ممكن يتعادل، لازم يفضل ماشي لغايه لما يوصل في الاخر زي ما انت بتقول للمربع الذهبي.